بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. قطعة أرض 14 فدان للبيع في قرية السبع جنكليس طريق 71 أبو المطامير بحيرة. 14 فدان حضرتك زي ما أنت شايف كده، ده الدورة فيهم وده عباد الشمس حضرتك زي ما أنت شايف. 14 فدان في أبو المطامير في السبع جنكليس، في السبع جنكليس. الأرض على الأسفلت حضرتك، الأرض على الأسفلت، شوية أرض محترمين. دي مدرسة حضرتك، دي عزبة، العزبة على رأس الأرض، العزبة دي بتاعت الأرض. 14 شقة، 14 شقة، أسرة على بعضها حضرتك. الأرض على أسفلت، أرض بحار غمر، مية وكهرباء حضرتك زي ما أنت شايف، مكان محترم. الأرض على أسفلت، أسفلت جاي طالع حضرتك من طريق 71، منطقة اسمها منطقة العترة حضرتك زي ما انت شايف كده حضرتك. الدور يا باشا اهوت حضرتك، منطقة محترمة على الأسفلت. الأرض واخدة وجع الأسفلت في حدود 300 متر، مكان محترم. عزبة على بعضها حضرتك زي ما انت شايف كده. أي مكان محترم حضرتك زي ما انت شايف. المباني دي كلها على الأرض، 14 شقة. ده حضرتك كرنب، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي عليك مكان. ده حضرتك منزل من ضمن منازل. دي حبيب بابا الزريبة حضرتك، دي حضرتك شقة فوق وشقة تحت وشقة فوق وشقة تحت زي ما انت شايف. دي حضرتك شقة برضو اهي، شقة حضرتك اهيت. دي المصدر بتاع الماء، البحار بتاع الأرض، ده التوازي بحار زي ما انت شايف حضرتك كده اهو. دي خزان المية اللي بجيب من بره حضرتك اهو. قطعة أرض في منيه منتهى الشياكة، 14 فدان، عزبة حضرتك على بعضها، عزبة. ده حضرتك طريق أسفلت على رأس الأرض، طريق أسفلت حضرتك على رأس الأرض اهو. بسم الله ما شاء الله، مكان بيبيع نفسه، حاجة محترمة. 14 فدان عليهم حضرتك، عزبة على بعضها زي ما انت شايف كده حضرتك اهو. اللهم صل على النبي. ده طريق اسفلت حضرتك جنب طريق 71 ابو المطامير. مكان محترم حضرتك. تحياتي، تحياتي لحبايبي المتابعين، شكرا.